اليوم طبعا احنا متواجدين في دار نينوى للزهور وبالتنسيق مع ممثلية متطوعي نينوى مع أستاذ مهند وبتنسيق معنا كمحافظة. فهي الإفطار، هاي الحملة اللي كن يجمع كافة الأطفال الموجودين هنا المتواجدين في دار البراعم وكذلك الأيتام المتواجدين في دار الزهور. فإحنا نتمنى أنه التكثيف من هذه الحملات لإظهار أنه الشعب الموصلي بصورة عامة، بأنه الشعب يحب أن يكون هؤلاء الأطفال سعداء، وليس لهذا الدار فقط وإنما للصمول بكم كذلك وكذلك لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ونتمنى إن شاء الله أن لا يكون هذا الحملة الوحيدة وأن حملات كثيرة إن شاء الله. طبعاً ممثلية الفرق التطوعي والناشطين من خلال شهر رمضان المبارك أطلقنا عدة مشاريع لداخل مدينة الموصل. طبعاً الممثلية مثل ما تعرفون تشكل أو تضم أكثر من 64 فريق تطوعي يعملون بشكل تطوعي داخل محافظة نينوى. اليوم حملتنا حملة خيمة رمضان لأهل الخير، طبعا بدعم من الخيريين ومن أهالي نينوى، وكذلك اللي خارج نينوى أيضا أكو خيريين متبرعين للممثلية. يومية إن شاء الله إحنا مستمرين اليوم الرابع في نسوي إفطار لأكثر من 200 شخص إن شاء الله. اليوم توجهنا لدار الأيتام حتى نفطر وياهم، وكذلك راح يكون للممثلية أكثر مشاريع داخل في خلال شهر رمضان. عندنا أيضا توزيع مساعدات، توزيع سلات رمضانية أيضا للعوائل المتعففة، وكذلك عندنا أيضا كسوة العيد وكثير مشاريع أخرى إن شاء الله خلال رمضان راح نطلقها كممثلية الفرطاوي والناشطين. طبعا أنا أشكر قناة الموصلية اللي دائما سباقة ودائما متواجدة ويانا. طبعا كان التنسيق بالتعاون مع دار الأيتام من خلال مستشارة المحافظ السكينة لشؤون المرأة، وأيضا إن شاء الله مستمرين في دعم كل فئاتنا في محافظة نينوى وكذلك كل العوائل المتعففة اللي متواجدين في مدينة الموصل. تتقدم إدارة قسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة نينوى بالشكر والامتنان إلى ممثلية الفرق التطوعية في محافظة نينوى وإلى السيدة سكينة محمد علي مستشارة السيد محافظ نينوى لشؤون المرأة والرعاية الاجتماعية، حيث تم تقديم وجبة إفطار في هذا اليوم الرمضاني الكريم للمستفيدين في داري الدولة للبراعم والزهور، حيث تضم هذه الدور حالياً أكثر من 52 مستفيد ومستفيدة. قامت الفرق التطوعية والناشطين في محافظة الموصل بحملة إفطار صائم لمدة 30 يوم، وقد بدأنا بمناطق اليمنى المناطق الأيمن، وإحنا أسسنا في دار الأيتام، ونوعدهم إن شاء الله هذه قليلة في حقهم، نوعدهم بوجبة إفطار ثانية وإن شاء الله سلات غذائية، وهم محتاجين حليب أعتقد، وإحنا إن شاء الله نوفر لهم هاي الشغلات اللي يحتاجوها. وأسفين جدا إنه ما كنا متوقعين اللي موجود هنا، فندعو الخيرين، ندعو الخيرين في مدينة الموصل أن يلاحظوا دار الأيتام، يعني مأساة، الناس محتاجين هنا، الناس محتاجين. ونشكر السكينة اللي ساعدتنا بهذا الموضوع والخيرين من أهل الموصل اللي ساعدوا.